مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ولها في أسرارها نار نار وجمر. آه من جرح اندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. اعتزل الجرح بلواهي باليابا، والرياح تثير قثبان القهر، ويعطش في داخلي مخلب ونار. تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح اندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. المثل يقول يوم ما حد يباك روح، انت ليش ما روحت؟ اسمع يا الصايع، حق والدي داود بالدفعه كامل مكمل، وبيتعالج على حساب هلك. والحين تمشي تقولهم يدفعوا لي دفعه مقدمه من الحساب الطويل اللي عليك؟ هذا انا قلت لك يا ويلك، وما نفذت اللي قلت لك عليه، فاهم ولا لا؟ Thank you.
صباح الخير حبيبتي. شوفي يا بتلش الريوق. ما مشتهية. ما يستوي يا بنتي، لازم تاكلي لش لقمة. صدقيني يا أمه ما مشتهية. زين برايش، المهم طمنيني، كيف دو؟ أحسن؟ الحمد لله أحسن، بس ما برتاح اللي انت أخذ هذيك المقرمة. لازم تاخذ قزاها. وأنا حاسب هالشيء من زمان، من يوم ردوا منصور، بس ما كنت حابة أتدخل، لكن الوضع ما ممكن يستمر كذي يمه. والله يا ولدي تعبت من كثر ما أنشدها عن السبب، بس بلا فايدة. زين أنا بسير لها وبفهم منها كل شيء. لا يا ولدي لا، ما اليوم، خليها ترتاح من سالفة وفاة خلود أول. يعني هذا آخر كلامش؟ إذا كنت تحبني مثل ما تقول ليش ما تخطبني؟ قلت لش إني بخطبش بس بعد ما أخلص دراستي. أنا ما أقدر أنتظر لأن حد طلبني من أبوي وكان بيوافق عليه، بس قلت له ينتظر لين ما أخلص دراستي الصيفية، وهذه هي ما بقالها إلا كم يوم وتخلص. خليني أشوف طريقة وبخبرش. أنت حر،
ماشي فايدة. ليلى مستقوية بخالها. كل همها بعض. ما عرفوا شو مسوي لها. ليلى ما كانت كذي. علي هذا واقفل لي مثل الشوكة في البلعوم. في كل شيء. أنا ما فهم حويش أنت صحيت له عن اللي يسويه ويقوله. وش السالفة؟ ماشي السالفة ولا شيء. أنت اللي خليت نفسك في الوضع. وربطنا معاك. وأنت اللي لازم تحل هالموضوع بنفسك. فهم؟ شوية شوية على عمرك يا أبو كيفة. تراهم صغار والصغار يغلطوا ونحن نتحمل نتائج أغلاطهم. ما علي يا أبو كيفة، أنا بسلح عليها وبحاول أردها. يا ريت قدر يا موزة، يا ريت. أنا بسير عن شريفة شوية. خير؟ بخلي دلال تكلم قاسم، مشتاقة أسمع صوته. علامك؟ لا لا، ماشي ماشي، لا تأخري إن شاء الله. أنا ألقاها من علي ولا ألقاها من قاسم؟ هذا اللي طلع لي فجأة. مساء الخير. أهلا. باه، أنا بغيت أكلمك في موضوع. أنا ما في بارد حم مواضيعك، خلي مواضيعك بعدين، فهم؟ قالش أي شيء عنا طول هالسنين؟ أبويا محتفظ بصورة حق عمتي موزة تحت وسادته، وعرفت إن عمتي موزة تسوي نفس الشيء، وكنت كل ما أسأله عن الصورة يقول. ولدك ياخذ من ورث ابوي اللي يباه بعد، بس يعطيني كلمتي يحررني من اسمه. واسمك يا دياب. سما، وش هذا اللي سويتيه؟ يحرروني من اسمهم ومن شرهم. ما
وش استوي حولاتي؟ طلال طلق ليلى وسما طلب الطلاق من كيفه من حسن أولادي من عرفتي شيء من اللي كان محيرني؟ شيء كان يعرفه أبوش وقاسم وأبو فهد وتونتي. ظني في مكانه، بس قولي هي ولا لا، واحدة من هالكلمتين وما بأزم عليش بشي عقبها. أتريد تقولي لي على اللي عرفتيه، ما لازم اليوم ولا باكر ولا عقبه. أنا ما حابة أسمع شي يكدرني، شر واللي مكدرنش، بس في اليوم اللي أقول ليش فيه أبا أسمع تقولي لي على كل شي. أنا قلت لك ما أقدر أكون مثل العرب اللي يرها حصانين. معناتها أنا الغبي ما أنت، أنا اللي وثقت فيك وقلت ما يحتاج هذا صنديد مثلي، طلعت مهسوس ومتدبدب. قلت يمكن يكون أفضل من طلال أبو الطموحات الضيقة، طلعت لي أتعس وأخس. قولي كيف اتصرف مع سما اللي قلبت علينا الاوراق فوق حجر؟ كيف؟ اذا كان على اللي عرفه سعد بسيطه، نقدر نقولها اي شيء وبتصدق. اذا كان على اللي عرفه سعد، وش قصدك؟ احساسي يقول ان هذه تعرف اكثر من اللي كان يعرفه سعد. ومن وين بتعرف؟ من سعد نفسه ولا من وين يا بنت الملف؟ اسمع يا ليفر، انا باب اتحرك تسوي اللي ما استوى عشان تعرف لي من وين يا بنت الملف، وتعرف لي ويش اللي في راسها بالضبط. انا كيفك؟ الله يرضى عليك، انا عفاريت الدنيا كلها في راسي، وما بعيد اني ارتكب جريمه اذا ما صرت من قدامي. والله الطلاق معهم ببيسه، وانا ياي باغ اعرف السبب منك، لانك تهد الثياب بشيء نحن ما نعرفه. خبرنا اياه عشان الويله ايده. صحيح انك ولدي، بس فيك 600 ويه متقلب اناني، ما تحب الا نفسك، لا تعرف ابو ولا ام. يعني ما بتقول لي السر؟ حتى لو قلت لك اني بطلق صفية ما تتكرهني عشان هالسبب؟ خلاص بطلقها وخلي ذياب يشوف لحد ثاني. وحويش تطلقها عاد؟ شي رضاك بس. وفيهم مرض الوالدين؟
يمعوه، إذا كنت تفتكر إنك بتقص علي بهالكلمتين تكون غلطان، ولا يايم تعنن له تبي تعرفه إلا وتموت يا يمعوه ما بتعرفه. لنا مابا غصب. يا سلام، ويوم انش ما تبيه حوش اصلا تزوجتي ها؟ غلطتي اللي لازم اصلحها. زين فهميني غلطتش عشان افهم سبب وقاحتش مع عم ذياب. عمك ذياب؟ اصلا عمك ذياب هو الوقاحة بعينها. سمع على الاقل اتذكر تضحية عم ذياب عشاننا، سهره وتعبه وعذابه عشان يربينا ويعلمنا. انا ما انكر كل هذا، ويمكن سوى اكثر من كذي. طيب اذا وين المشكله؟ المشكله انه قام بدور ما دوره، ويلس مكان ما مكانه هو. ها كملي. حوش سكتي، طلع الينون والتخاريف اللي فراسش، سمعينا. اسال ابوها وتاكد اذا اللي اقوله ينون وتخاريف. ما سم وش قصدها؟ ما اعرف. حاضر حبيبي، بيبلش كل اللي تبيه. مع السلامة. ها وايش فيك؟ اسمعني، نحن لازم نزيد الشغل، مصاريفي زادت. طبعا طبعا لازم تزيد. وايش قلت؟ معاي ولا لا؟ معك بس بشرط. تتشرط علي؟ اذا ما وافقت ما عليه، اشتغل روحك. قول وايش شرطك؟ نص بالنص. النص بالنص؟ اذا ما عايبنك. لا لا عايبني، اتفقنا. هالعقود عندك؟ حقش تعصبي، المفروض عاتبش واقول لك حويش سويت اللي سويتيه وقلت اللي قلتيه. عادي كيفش، اصلا انا شوفي إذا على العقود أنا مستعد أفهمش وأقولش ويش السبب. وش المكتوب في هالأوراق؟ لو أبوي عرف إنش عرفتي بيقتلش أو بيأذيش. الله يخليش، لا تخلي أبوي يعرف إنش عرفتي عشان ما يذبحش ويذبح، لأني خلاص
ما قادر أوقف وياه. غضبي يزيد يوم بعد يوم. وش فيش؟ الله يسامح ابويا، كان حرمني من اشياء كثيره. على طاري ابوش، انا لازم اروح لك اعلان. ليش؟ ابى افهم منه الكلام اللي قالته سمح. الموضوع فيه سر كبير يا دلال، واظني سمع عرفته. بس ابويا كان غايب سنين طويله. صحيح، بس أظن اللي عرفته سمع له علاقة بهرب أبوش. أنا ما أقصد اتهام بقتل أبوي، بس في شيء ثاني حسيت من عيونه وأنا أكلمه إنه ما قال كل شيء. لا تخاف، أنا متأكد إن عمي قاسم بريء من موت أبوي، بس أعتقد إنه يعرف من سبب موته وخايف يتكلم. من متى تعرف؟ من اليوم اللي استويت فيه قيفر ثاني. يوم سافرت وما خبرت حد. فعلا فعلا استويت قيفر ثاني. طبيعي طبيعي بعد اللي عرفته. معقول هذا اللي يستوي حقيقة؟ أبوي يعتبر اختيار، يعتبر أنه كان أمام فرصة استثنائية واستغلها. يعتقد أن الوحيد على وجه الكرة الأرضية اللي قدر يختار اسمه وحياته. هو اللي قال لك الكلام؟ يوم سألته إذا كان طبيعي قال أنا في كامل قواي العقلية. ومن غيرك يعرف؟ أبوي ما حاب ينن بأكثر من واحد من أولاده، هو واحد وبس، أنا. حتى حملش كان بدون إرادتي، ما كنت أبغى هالشيء يستوي. عشان يوم تعرف الحقيقة ما تلاقي صعوبة في الاختيار. بس أبوي كان مخطط، ولو أنه انكشف السر على الأقل يبقى كل شيء حهلي في بطنش. والحين أنت عرفتي، وش ناوي تسوي؟ لين ما تقرري أنا بصير أخبر أبوي إنش ما عرفتي شيء غير موضوع العقود وبس. يا الله، إذا كنت أنت الضحية فما نكون نحن.
تشكلت على يدي ذهب. ذهب علامة استفهام كبيرة، هكذا قام بزرع علامات الاستفهام من حولنا لكونه علامة التعجب الوحيدة في حياتنا. ترى كيف ستكون إجابة هذا التعجب والاستفهام؟ وهل نحن قادرون على استيعابها كحقيقة بعد معرفتها كاملة مجردة؟ انت متأكد انها لقيتها صدفة أغراض سعد اللي في السيارة؟ هي متأكد. هي صحيح قرأت الملف بس ما فهمت كل اللي فيه، لانها على طول ورقة ورقتين وثار دمها. وايش قلت لها؟ قلت لها انك اضطريت تسجل اراضي باسمي عشان تسهل اجراءات الايجار مع الشركة، وان حقهم في الايجار محفوظ وبيتحول من حسابي حسابهم في اقرب وقت. يعني لازم نحول ايجار الاراضي حسابهم عشان تصدق. زين زين زين، بحوله. المهم انها ما تكون عرفت اكثر من اللي كان يعرفه سعد، الله يغفر له. من وين بتعرف الله يهداك؟ انت ماسك خيوط اللعبة كلها بيدينك. الحين ارتحت. عايل اسمح لي انا بعد اروح ارتاح. الكذب على سما كان اصعب من اللي توقعته. ما اعرف حويش حاس ان واحد فينا سادق في السالفة، يا انا يا سما. يعني كل ذاك الغضب وفي الاخر تطلع معرفتها بالملف سطحية. لا، جيفر لا يمكن يكذب علي. خلاص إذن لازم أرجع كل شيء مثل ما كان. لازم أمسك كل خيوط اللعبة في إيدي مثل ما قال كيفك. وأول شيء ليلى. وش اللي خلى أبو سعد يكتب الاعتراف؟ إلا إذا كان خايف يستوي له شيء فعلا. بس يخاف من مين؟ ما حد غيرك اللي ممكن يتضرر من هالاعتراف. لا يا أبوي لا، ممكن أوقف معاك في كل شيء إلا أنك تكون قاتل. ايش تسوي هني؟ انا جاي اسال عن بنتي. ما عدنا حالك بنات، حتى اولاد ولدك ما هني، طالعين مع امهم. خلاص انا بتصل فيها. وحويش معذبينها، ترى هيات منكم. ولدك طلقها يا اخي، يحلل ويحرم ويعطيها الغايب. ابوك وابوي شياب اخوان قضاهم الزمن. شوف يا علي،
ليلى تختار اللي يريحها، وما ظنيت ابدا انها ممكن تختار الطلاق من طلاق. كل شيء يصير والطلاق بعد يصير، لكن ما دام الشرع يعطيها الحق انها ترجع بترجع. انا ما بها ترجع، ولما ترد بقولها حوش. يا ترى ايش اللي مقويه؟ يمكن علشان عرف برقعة قاسم، لكن ما عليه، انا بعرف اسكته الى الابد. صدقيني يا حياتي، حاولت اكلمك بس شكله كان مشغول، طول عمره مشغول عني. طبعا بحاول مرة وثنتين وثلاثة يا عمري، وعشانش حتى 10 مرات. طيب متى أشوفش؟ لا 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 والله 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 أمزح معش والله. هيثم السالفة ما فيها مزاح، إذا رجعت البيت بدون لا تطلبني من أبوي ترى راح يزوجني من رجال اللي تقدم لي. بنشوف، أهم شيء إنك تثبت لي إنك رجال وكلمتك مسموعة وسط أهلك. أهم شيء أريد أنام نعسانة. أنا كنت بيت علي أحاول أقنع ليلى تريد حبيتها. أظني قلت أنا بصير بقنعها. حوش ما مخليني مقال الشي حتى في سوالف الحريم. ما باش تسمعي كلام السم اللي يقوله علي، لأن هذا الإنسان ما يعرف يتكلم مثل الناس العقال، ولا أنا رايح له بالمفاهمة يرد علي بكلام لا يرضي لا الله ولا عباده. هذا الإنسان ويش بيستفيد من فراق طلال وليلى وتشتيت أولاده؟ أنا ما علي من علي، علي من ليلى. ها؟ عشان كذا يوم اتصلت بك ما رديت. أنت اتصلتي؟ متى؟ يمكن ما انتبهت، مخلي النقال في السيارة. سمعي يا موسى، موضوع ليلى خليها علي أنا، واعتبر المشكلة انحلت. مراد اليدان يخدم على اولاده اليدان، مراد اليدان يخدم على اولاده اليدان.
رحمة رادون يا داد يخدم على أولادون يا داد رحمة رادون يا داد يخدم على أولادون يا داد رحمة رادون يا داد يخدم على أولادون يا داد رحمة رادون يا داد يخدم على أولادون يا داد رحمة رادون يا داد يخدم على أولادون يا داد رحمة رادون يا داد يخدم على أولادون يا داد رحمة رادون يا داد Thank you.